شارع النيل في راس البر واحد من أهم الشوارع الحيوية بالمدينة. بيضم الشارع عدد كبير من المطاعم والكافيهات والمحلات لبيع المأكولات المتنوعة، خاصة في شهر رمضان بلالي المبهجة اللي بتحب لمة العيلة على الكورنيش. ده طبعاً غير محلات الملابس والأحذية ولعب الأطفال. بيعتبر الشارع مع منطقة اللسان والجربي مزار سياحي قديم بيتردد عليه كل الطبقات، من المشاهير لعامة الناس للنزهة والفسحة، وده يمكن سبب تسمية راس البر بمصيف العظماء وقبلة البسطاء، وده على مر التاريخ. هيا عم محمد. أهلا وسهلا أستاذ. دي النصبة اللي بتشتغلوا عليها بقى؟ دي نصبة الفطير. هي دي نصبة الفطير حضرتك. والصناعي بتاعك الشيف حكيم. شيف حكيم من أحسن شيفات في راس البر. الله يسلمك يا فندم. ازيك يا أستاذ حكيم؟ تقول له إيه؟ أحلى فطير. تقول له شيف، تقول له يا أسطى، لا بقول له شيف أحسن فطير. شيف أحسن وبيتزا. فطير وبيتزا. بيتزا فتوح، إخوان فتوح. السوق وراس البر. حكيم بقاله كام سنة معاك؟ بقاله 30 سنة معانا. بقالك 30 سنة يا عم حكيم؟ ايوه يا فندم. ربنا يديله الصحة. يديله الصحة وطولت العمر. عم محمد، بس أنت قلت لي إن أنت بتشتغل بنفسك. طبعًا، وده سر نجاحي. وريني، بتقولي سر الصنعة، إيه السر ده؟ فين السر؟ أنا بشمر سر. ليه والنبي أنا مش هعمل؟ علشان الزيت والكلام ده. سر الصنعة إن إحنا محافظين على اسمنا. عم محمد، دي كانت مجوز في الأول؟ لا، يعني شكلها مجوزه. كانت فردتين اهي. ايوه مجوز. خليتها عشان تبقى الفطيره كبيره واسعه. ماشي. لو الفطيره صغيره بناخد فرده واحده. ماشي. ودي طبعا لازم نبقى فاهمين الكلام ده، لان احنا اصحاب المحل، عشان الشيف حكيم امين، ولو واحد تاني جه يلعب ما يعرفش يلعب معانا. بس هقول لك ايه، اصلا لو جالك واحد مش امين حكيم ياكله. طبعاً. انت مش لازم انت اللي تاكل. طبعا مدام بقاله 30 سنه طبعا محافظ، قلبه عليه، قلبه على المحل، هو زيه زيه، قلبه على المحل وشغالين بايدينا. نشابه ضخمه، مش زي نشابات البيت، عشان تفرد تفرد الفطيره. قلت لها كلام جد يا عم محمد. لا طبعا، ده سر المهنه. انا قلت هيعمل كده ويعمل كده. لا لا، ازاي نعمل فطيره وندوقكم الفطير بتاع محمد فتوح. تبقى ربعه كده. ايه؟ تبقى مربعه كده. تبقى مربعه، وبعد كده بندورها على الفطيره. اسيب الشيف حكيم يكمل لحضرتك. شيف حكيم يكمل لي؟ يكمل لك ويعمل لك الفطيره دي. انا عملتها لك وافردها لك اهو، والشيف حكيم يجي يكمل معاها. هرجع لك تاني، مش هسيبك يا لا محمد. لا اتفضل يا باشا. مش هسيبك يا محمد. معاك الشيف حكيم، واحلى وان احلى فطير فتوح. الله يخليك، الله يخليك يا محمد. ها يا شيف حكيم. يا فندم. وسعت كبرت. كبيره، ما دي حجم كبير. والكبيره واللي عملها عم محمد دي برضو كبيره. كبيره، ما انا بكمل ورا بقى. هتخش فيها. خش فيها انا، كملها. فهمتك. يعني هي كذا واحدة ممكن يخشوا بعض. كذا رقة. طب وريني تكمل ازاي ده؟ دي فطيرة حلوة. هو ده ايه اللي بتحطه؟ دي مهلبية. مهلبية؟ لبن ونشا. لبن ونشا وسكر صح؟ وسكر. لسه بقى السكر على الوشة ما تستوي. ماشي. لا بس النشا ما فيهوش سكر اصلا؟ لا، يعني ما فيهاش سكر. دي ما فيهاش سكر؟ لا لا، عشان بتاخد عسل وسمنة وسكر على الوش تاني. على الوش بس، على الوش مش في الحشو. لا لا، دي من غير سكر. ماشي. نفردها كده. الفطيرة اللي انت بتشتغلها هنا دي في راس البر تختلف ايه عن الفطيره بتاعتنا بتاعت مصر؟ ديت كذا رق. في مصر ما فيش اللي هو الشغل كذا رق ده. ما فيش كده. ما فيش المهلبيه دي. يعني قليل لما الاقي محل زي كده هو الشغل هنا في راس البر بس. كذا رق، لكن في مصر تبقى عجينه واحده بس زي كده. تبقى عجينه واحده بس، رق واحد. واحده. يعني دي كانها مشلتت بس محشي. محشيه كذا رق. دي بقى بتعملوا بيها ايه الفطيره دي؟ دي الفطيرة ديت من تحط عليها ايه؟ نحط عليها سمنة على الوش ما تستوي. طب لما نعمل واحدة من انت دلوقتي هتعمل واحدة تانية من اول وجديد. هديها واحدة كمان عشان ايه؟ تبقى محملة. طب وانت يا عم حكيم ابتديت امتى؟ يعني من امتى وانت فطاير؟ من 2000. من سنة 2000. بقالك 23 سنة؟ بقالي 23 سنة. امال اللي اشتغلت معاهم من 30 سنة ازاي؟
ما اشتغلت معاهم، كنت شغال ورا صنايعي وكده. كنت صنايعي عادي؟ اه كنت صنايعي عادي، بس ما كنتش شغال على الرخام. يعني اتعلمت الفطير هنا؟ اه اتعلمت هنا. يا خبر ابيض، انت هتزودها رقه كمان؟ اه رقه كمان عشان تبقى متحمله. الله اكبر. عشان تبقى جميله، عشان تبقى فيها عجينه، مش بس مهلبيه. لا لا، تبقى فيها عجين ومهلبيه. هي هنعمل كام رقه من دول يا عم حبيبي؟ كده خمس رقات اهي، دي الخمسه ما شاء الله. الله اكبر. يعني دي انت هتدخلها الفرن دلوقتي؟ اه دخلها الفرن. ماشي يلا ندخلها الفرن. اه بتتحط في صاجه مش على رحايا كده زي الارياف؟ في صينيه عشان تبقى مدوره وتحتفظ بالحجم اللي انت عاوزه. ماشي. وفي كذا وفي مقاسات، يعني ده المقاس الكبير. دي مقاس الكبير. في صاجه مقاس صغير؟ في اصغر. اه تدخل جوه خالص يا عم؟ اه في الفرن خالص. ولا الفرن كله حموم واحد؟ لا كله. اه كله حموم واحد. ماشي ماشي. اعمل لك واحده صغيره؟ اه وريني المقاس الصغير. اعملها بالجبنه بقى؟ اعملها بالبسطرمه. جبنه وبسطرمه. ماشي جبنه وبسطرمه. تاخد كام بقى قرصه من دول؟ اثنين بس. اثنين بس؟ اه برده واحده من جوه واحده. واحده اي واحده من جوه واحده. بس الفرشه بقى مش مهلبيه لانها حادقه. لا لا هتبقى حادقه، هتبقى جبن. جبن ايه بقى اللي هتفرشها؟ هتبقى جبنه برزدون وجبنه رومي وبسطرمه من جوه. وادي الجبنه الرومي. جبنه رومي. ايوه. دخل فيها بقى جبنه رومي. دي بسطرمه. جبنه رومي اه والبسطرمه هنا اهي. نفردها كده. جميل. اللي هي الجبنه الكريمه دي بنحطها عشان ما تبقاش حادقه، عشان البسطرمه كده كده بتبقى حادقه. بتبقى خفيفة، كمية خفيفة. ودي خفيفة، ده أنت كريم قوي يا عم. اه كل حاجة دي فطيرة محترمة جدا. كده خلاص كده تمام، هنقفلها. ها أمال الفلفل والزيتون فين؟ لا لسه على الوش. على الوش؟ اه مش جوه مع الفطيرة بقى؟ لا لا بتبقى على الوش عشان تبقى منظر جميل. اه عشان يبقى شكلها حلو. ايوه زي البيتزا. زي البيتزا بس دي بتبقى جميلة يعني. وريني وانت بتطويها قبل ما تحطها في الصاج عشان ما تعملش عشان منك كده في الصاج. عشان عشان تبقى زي ما هي مدوره كده. ماشي دلوقتي هتحط بقى الزيتون. اه الزيتون اهو. والزيتون بتجيبه جاي الشرايح يعني؟ اه شرايح. اه والفلفل احنا نجيبه الاخضر بنجيبه ونقطع ونقطعه احنا ايه شغل ايدينا يعني. جميل. ايه اكتر فطيره الزباين بيحبوها؟ مش كله، كل واحد بيبقى له طعم. في فراخ شيش. لا مش قصدي ايه اكتر فطيره ماشيه يعني. اللي هي الحلوه كريمه مكسره. الحلوه اه وبتحط لسه موتزاريلا عليها برضو. اه موتزاريلا. كانها بيتزا نص. بيتزا نص فطير. بس بتبقى جميله بقى دي. بس دي بدعه جديده يا عم. يا عم حكيم. لا احنا طول عمرنا شغالين كده. كل طول عمرك شغال؟ طول عمرنا شغالين كده. ها دي بقى تخش الصح. الفرن. دي تخش الفرن بقى. تقعد قد ايه بقى في الفرن؟ يعني تقعد 10 دقائق. طب دخلها بقى. على بال بقى ما فطيرك الجميل ده يطلع من الفرن. ماشي. اروح انا ايه اشوف عم محمد. ماشي اتفضل. تفتكر الفطير خلص يا عم محمد؟ اكيد خلص. طب هات ويدفينا عشان الدنيا بتمطر. يا حكيم يلا انزل بالفطير يا شيخ. شكله فخور باللي عمله. طبعا احنا بنفتخر بيكوا اولا وبالفطير بتاعنا. يا سلام بتاعنا. يا عم حكيم يا سلام. شكرا. الله ينور. الله يكرم سعادتك. يا خبر ابيض دي فيها كل حاجه. فيها كل حاجه. دي فيها الحلو. كل حاجه. الحلو عندنا حلو. لا بس انا الاول هاكل حادق. حادق وانا اكل بقى. زهقان من الفطير مش هتاكل معايا؟ لا لا احنا زهقانين فطير. انت زهقان من الفطير. انت فطرت ايه النهارده احكي لي يا عم؟ الضمايطه تفتكري افطروا ايه؟ سمك. انا اكلت سمك. سمك وجمبري وكابوريا. اكلت جمبري النهارده. جمبري وكابوريا والله النهارده. أنا يا ريت تحز إعجابك أول حاجة. ألف هنا. فطيرة طعمة وخفيفة وحلوة بس فيها زيتون وفلفل ومستردة. جبنة رومي. مش مستردة سوري. لا موتزاريلا. قشطة. جبنة موتزاريلا. آه. جبنة موتزاريلا. جبنة رومي. طب حاساها غنية قوي. غنية طبعًا يعني فطيرة. الفطير زمان وجبة غدا محترم. طب والفطيرة الحلوة؟ الفطيرة الحلوة حلوة كريمة ومكسرات. وبرضه خان فتح عدلت من الكريمه والمكسرات بقى في عندنا نوتيلا بقى عندنا فطيره مسقسقه باللبن في فطيره بالقشطه. دي ايه دي؟ دي بالكريمه والمكسرات والقشطه ومربى. ومربى يعني المفروض ان لا ده جميله جدا. انا خايفه شويه. ده فطير فتوح. احط عليها كده يعني؟ حط على المربى قشطه ممتازه احلى طعم.
ومكسرات كتيره جدا. لا المكسرات ده يعني والمهلبيه جواها. والمهلبيه جواها؟ لا دي مش موجوده جميلة. غير في دمياط يا عم ولا احنا قلنا دمياط هي اللي بتعدل الحلويات، بتعدل الفطير. عندكم في القاهره بيبقى عجينه واحده، احنا الفطيره دي اكتر من اربع عجينات. دي حكايه. الف هم. احنا اتبسطنا قوي يا عم قوي واحنا قوي. مبسوطين بوجودكم معانا. وعشان ما تنسناش زميلتنا ساره دايما بتعمل بورتريه. ميرسي يا ساره. احنا متشكرين يا ساره على الصوره الجميله دي. ان شاء الله تعجبك يا رب. ان شاء الله جميله. نعلقها بقى بعد كده ان شاء الله نعلقها وعليها خدمه حكاوي القهاوي تفتكرنا. طبعا فاكرينكم على طول مش بننساكم. في مصر كلنا اكيله ونحب ناكل في اللمه، واللمه على الاكل جميل تفصيله في حياتنا مهمه. تلقى المطاعم مفتوحه وقصص نجاحها ولا الافلام، اللي بدا على عربيه وبقى له براند مع الايام، اللي اخترع اكله باسمه وبقى ليه زبون وبالالوفات، واللي بنى نفسه بنفسه واولاده كملوا بعد ما مات. في مصر باب رزق اسمه الخير والناس فدا لقمه عيشها. هتشوف في مصر حكاوي كتير وفي كل تفصيله تعيشها.